بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استقبالا للدرس السابق، من هذه الآيات في غض البصر. طيب أن الله سبحانه وتعالى أول شيء أمرنا في هذه الآيات التي قرأناها بغض البصر. وغض البصر حقيقة هو أن الإنسان لا ينظر إلا عند الحاجة، هذا معنى غض البصر. يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى قطع البصر أو عدم الرؤية، لا، غض البصر أن حقيقة الأمر أن المؤمنين والمؤمنات يحتاجون في الحياة لنظر أحدهما للآخر من باب المعاملات والشراء والبيع وغيرها من الأمور، لكن هذا النظر يكون في حدود المطلوب ولا يزيد عن ذلك، لأجل الإنسان يعني يريد مثلا يعني لا يعرف عن من يتكلم، تمام؟ فأكيد أو لا يميز بين الناس الذين هم أمامه، فطبعا يحتاج إلى أن ينظر إلى الشخص الذي أمامه أو الذي يكلمه أو الذي يتعامل معه، ولكن يغض البصر. يغض البصر بمعنى أو إنسان مثلا يمشي فينظر إلى امرأة أو امرأة تنظر إلى رجل، ثم بعد ذلك يدير وجهه، يلتفت إلى مكان آخر. النظرة الأولى لك والثانية عليك، تمام؟ لماذا؟ لأنك الأولى غير مقصودة كانت منك، ثم بعد ذلك ليس لديك حاجة في الكلام وليس لديك شيء آخر ما تقوم به، لذلك عليك أن تدير أو تغير اتجاه وجهك، أو لا تنظر إلى المرأة أو المرأة لا تنظر إلى الرجل. هذا معنى غض البصر، أنك لا تنظر إلى المرأة بغير حاجة أو هي لا تنظر إلى الرجل بغير حاجة. فهذا الذي أمر به الإسلام، وليس فيه كما يقول في الكتاب لا كبدا للرجل ولا اهدارا في مثلا في كرامه المراه او هذا للمراه وغيرها، لكن النظره المحرمه التي فيها تحرك الشهوات وغيرها من هذه الامور، هذه التي الله سبحانه وتعالى امرنا ان لا ننظرها. فالنظره تنقسم الى اقسام، الجائزه والنظره المحرمه. النظره الجائزه او المحرمه، او بمعنى خلينا نقول تبادل النظر بين الذكر والانثى، يكون على نوعين، منه اللي هو الذي يسمى النظرة الطبيعية، تمام؟ والنظرة تبادل النظر بين الذكر والأنثى، نظرة طبيعية التي تأتي لحاجة كما قلنا، التمييز بين شخص وآخر، المعاملات وغيرها. لذلك الله سبحانه وتعالى استخدم اللفظ يغض من أبصارهم، ما يوحي بأن المطلوب ليس قطع النظر تماما كما قلنا، ولكن قصره على الحاجة. أما النظرة الخائنة وهي النظرة التي ماذا فيها؟ وهي النظرة التي تكون مليئة بالاشتهاء والتلذذ وليس لها حاجة، غير أنه الإنسان فقط يريد أن يشبع غريزته. وقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف الله أثابه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. الذي يترك النظر لوجه الله سبحانه وتعالى سوف يبدله الله سبحانه وتعالى حلاوة إيمان في قلبه، حلاوة الإيمان في قلبه. وكذلك أمر الله تعالى هذا فيما يخص يعني غض البصر، تمام؟ هذا فيما يخص غض البصر. فيما المسألة الأخرى اللي قال يحفظوا فروجهم، الله سبحانه وتعالى قال في الوقت الذي أمر الله بغض البصر أمره بحفظ فرجه. يعني البصر الرسول صلى الله عليه وسلم قال والعينان تزني وزناهما النظر. فالنظر هو مبدأ أو بداية الزنا، وهو مدخل، إذا حفظت وحفظت فرجك، وهو مدخل لعدم حفظ الفروج إذا كان الإنسان لا يغض من بصره. فقال أمره بحفظ فرجه عن ممارسة أي ممارسة جنسية محرمة. وهنا في خطين متوازيين يجب أن يكون خفض أو غض البصر وحفظ الفرج، هذا متوازي كما قلنا، لأنه هو طريق، يعني غض البصر طريق لحفظ الفرج. والذي لا يغض بصره هو قد يعني وضع نفسه في مكان، في مكان الخطر أو مكان الابتلاء أو الاختبار، أو وضع نفسه على المحك، أو فتح الباب أمام الأعداء للدخول اللي هو الشيطان. يعني أنت عندك حصن منيع وكأنك فتحت باب الحصن وتقول يعني يدخل الشيطان لا يدخل، أو يدخل العدو لا يدخل، لا أدري، تمام؟ طيب، وتكلمت الآيات أو السورة عن زينة المرأة، وكما قلنا
ان المراه يعني المعروف انه لدى كثير من الرجال ان ابداء المراه زينتها يجذب اعجابه. يعني في بعض الاحيان بعض النساء لا تعلم انه او لا تتخيل انه مثلا اذا لبست اللبس الفلاني او اظهرت شعرها او لبست مثلا الاقراط او وضعت المكياج او الميك اب او وضعت العطر وتمشي في الشارع، ولا عطر يعني شيء جميل، يعني ان هذا لا تظن ان هذا قد يثير الرجال، وانه الرجال قد يتاثرون بذلك وقد يقعون في المعاصي والحرام وهي ماشيه في الشارع لا تدري. وعداد الاثم شغال، يعني عداد المعاصي شغال، يعني سبحان الله بعض الناس وهم لا يدرون او يدرون، يعني هو ماشي في الشارع لا يعمل شيء فقط الا انه يكسب اثام سله، كانه رافع سله ويضع فيها اثم على ظهره ويمشي، ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. وكم رجل ينظر اليها فيفتتن او ياخذ اثم بسببها فتاثم هي ايضا بسبب الاثم الذي اخذه بسببها هي، وهي لا تدري. تقول لك والله انا ابغى عطر، العطر يعني ما المشكله، يعني عطر شيء جميل يعني. والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى، طبعا الحديث واضح موجود يعني، لكن نحن نتكلم عن بعض الامور ايضا التي يعني لا يهتم فيها كثير من النساء فيكسبون اثاما وهم لا يدرون. وكذلك العكس في بعض النساء او بعض الرجال يعني ياخذ اجر وهو لا يدري فقط انه يمشي في الشارع. يعني من الناس من اذا رايته ذكرك بالله، يعني في ناس لما تمشي في الشارع وتنظر اليه يذكرك بالله. انا في مره من المرات مثلا سبحان الله تذكرت هذا الحديث انه يعني من الناس من اذا نظرت اليه ذكرك بالله، او حديث او لا اذكر يعني تمام. فمره من المرات انا واقف في الشارع وقد نسيت صلاه الظهر، مشغول في الشارع امشي وكذا ومسافات طويله وهكذا، فبعد ذلك خلاص انتهيت لكن لا زلت في الشارع يعني. فسبحان الله رأيت رجل يرتدي عمامة كذا وعنده لحية، فمر من أمامي بعيد لكن مر من أمام عيني، نظرت إليه فتذكرت الصلاة أني لم أصلي والعصر سيدخل بعد قليل. فسبحان الله يعني جريت مباشرة، وكان سبحان الله مسجد قريب أمامي فدخلت وصليت في المسجد. لكن وأنا رأيت الرجل تذكرت هذا الكلام، تذكرت سبحان الله أن يعني من الناس من إذا رأيته ذكرك بالله، بس رؤيته فقط تذكرك بالله. قلت سبحان الله هذا الرجل يمشي فقط بلحيته أو بعمامته أو بلباسه أو بهيئته أو خلينا نقول بشكل عام بسمته ذكرني بالصلاة. يعني سبحان الله هو ماشي يمكن أخذ الأجر، أخذ أجري أنا، ذكرني كأنه هو يمشي بدون أن يتكلم بكلمة واحدة ولا يدري. يوم القيامة يمكن سبحان الله سيأتي يوم القيامة يقول له الله سبحانه وتعالى خذ هذه الحسنة من أين يا الله؟ قل بسمتك، بهديك الظاهر، بلحيتك، بلباسك المحتشم الوقور، أنت بحجابك، بلباسك، بشكلك الذي يدل على الإسلام، وأنت تمشين في الشارع واحدة رأتك فتذكرت الصلاة كانت نسيتها، لما رأتك تذكرت، خذي هذا الأجر، صلاتها في ميزان حسناتك. انك دعوتيها، لكن بماذا دعوتيها؟ ليس بالكلام، بالمظهر. فهذه امور مهمه جدا، زينه المراه او لباس المراه او لباس الرجل الخارجي، الهدي الظاهري يسمى، الشكل الظاهري للانسان الذي يعكس دينك وهويتك الاسلاميه، هذا شيء مهم جدا، هذا دعوه الى الله سبحانه وتعالى. يعني احتسبي هذا او احتسب هذا الامر، هو في سبيل الله أنت تمشي في الشارع، أنت شكلك وحده دعوة إلى الله، تذكر الناس. في ناس ناس أتقياء تمشي في الشارع تذكر الناس بالله سبحانه وتعالى تمام. حتى بعض الناس مثلا ما يدري المحترمين طبعا، يعني قد يكون عنده بعض المعاصي بعض الكلام السيء كذا، فإذا شاف شخص يدل هديه الظاهر على سمته على الانهدام وكذا يعني يستحي كذا هكذا فيسكت يعني تمام. لباس المرأة، الزينة الظاهرة للمرأة، قد تأخذ عليها المرأة هذه إذا ظهرت زينتها أمام الناس تأخذ عليها إثم، وهي تمشي في الشارع أنت في غنى عن ذلك، يعني أنت في غنى عن ذلك. لماذا أنا أمشي في الشارع حتى أرضي غروري ومسألة حاجة في نفسي مجرد لأني أريد أن أظهر بمظهر جميل؟ كلنا يحب أن يظهر بمظهر جميل، لكن هذه دنيا، هذه ليست الآخرة، هذه دنيا ونحن في اختبار.
الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الشعور، أنا نريد أن نظهر بمظهر حسن وجميل، تريدين أن تظهري بمظهر حسن وجميل وهكذا، لكن هذه الدنيا ليس كل ما نريد نفعله، ليس كل ما نشتهيه نفعله، هو هذا الاختبار. كثير من الأمور نريد أن نفعلها في الدنيا لولا أن الله سبحانه وتعالى حرمها، هو الله سبحانه وتعالى أصلا جعل الرغبات في داخلنا لهذه الأمور، وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى حرمها علينا. كثير من الناس تريد أن ترتكب كثير من المعاصي، تمام؟ هي من شهوات النفس، ولكن هذه دنيا نحن في اختبار يعني بسيط قصير، ثم بعد ذلك سنذهب، تمام؟ فنصبر على هذا الاختبار، تمام؟ وناخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى، أحسن مما نتبع شهوات أنفسنا ونمشي بعد. هي المشكلة الكبيرة بماذا؟ يعني هي المشكلة أنك تأخذ عداد حسنات لا تحس فيها، يعني عداد سيئات عفوا لا تحس فيها، والجميل أيضا أنك لديك عدادات حسنات تعملها وأنت لا تدري بها، مثل الصدقات الجارية، مثل الكلمة التي تقولها تهدي بها شخص، تدعو بإنسان إلى دين الله سبحانه وتعالى، تعمل صدقة جارية، تعمل كذا، تمشي مثل ما قلنا المرأة والرجل بهديه الظاهر وبأخلاقه يدل الناس على الله سبحانه وتعالى، حسنات شغالة. وكذلك بالجانب الآخر هذه المشكلة الكبيرة، السيئات شغالة ونحن لا ندري، فتأتي يوم القيامة وتجد الجبال إما من الحسنات وإما من الذنوب والعياذ بالله. فالإنسان يجب أن يكون لديه حساسية، سنسيتيف، حساسية تجاه الأمور التي يكسب منها الأجر أو التي قد يكسب منها الإثم وهو لا يدري. والمشكلة في العداد، أنا أتكلم في المشكلة في العداد، يعني ليس سيئة واحدة والسلام عليكم وذهبت، لا، عداد، يعني أنت ماشية في الشارع، الشارع مزدحم بالرجال، الله أعلم كم رجل سينظر إليك، الله أعلم، أعوذ بالله، أعوذ بالله، تمام؟ فهذه مشكلة كبيرة يعني. الزينة الظاهرة تشمل كل ما كان ظاهرا بنفسه ولا يمكن إخفاؤه، كالثياب الظاهرة التي يلبسها الناس، تنكشف بعض الزينة للريح أو تعثر في سير أو هبوب الريح أو كذا، فتطير الملابس أو كذا غيرها، هذه زينة ظاهرة، إلا ما ظهر منها كما قال الله سبحانه وتعالى. طيب، كيف تتزين المرأة للزوج؟ ليس وليس جائزا فحسب، بل هو أمر مستحب أن تتزين المرأة لزوجها وأن تظهر لزوجها من زينة نفسها ما لا يجوز أن تظهره حتى لأبيها، تمام؟ فبالتالي الزوج يجوز للمرأة أن تتزين له بما تشاء أو بما تريد، تمام؟ حتى لأبيها لا تتزين لأبيها مثل ما تتزين لزوجها. أما الزينة أمام الأقارب فهم المحارم، وهم من يحرم عليه أن يتزوجها، مثل آبائه، آباء أبوها، آباءهن أو آباء أزواجهن أو أبنائهن، تمام؟ وأبناء أزواجهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء إخوانهن، هذا كلهم يسمون محارم، لا يحل لهم الزواج منهم. فيجوز للمرأة أن تبدي من زينتها أمامهم ما لا يجوز لها أن تبديه أمام سائر الناس، لكن ليس كما هي في بيتها جالسة، لا، يعني مثلا تظهر ما يظهر منها ما يسمون بالمهنة، بالمهنة يعني المرأة تعمل أو تشتغل، يمكن يظهر ساعدها مثلا، يظهر شعرها، رقبتها هكذا قليل، هذه الأمور التي يظهر شيء من الساق أو القدم، لأن القدم عورة طبعا بلا خلاف، القدم، قدم المرأة عورة، الحين تجد المرأة تغطي شعرها مثلا، تمام، وتغطي وجهها، تغطي وجهها نقاب، وقدمها ظاهرة تمشي في الشارع وقدمها مكشوفة. طيب، القدم ليس فيها خلاف على أنها عورة، القدم، قدم المرأة ليس هناك خلاف على أن القدم عورة، قدم الامرأة، المرأة، الخلاف في تغطية الرأس موجود فيها خلاف، النقاب فيه خلاف، معروف هذا الخلاف بين العلماء، لكن لا خلاف فيها. فأنت تغطين وجهك وتكشفين قدمك الذي ليس فيه خلاف، ما هذا يعني؟ يعني تجد كثير من النساء هكذا يعني، ولا تكشف حتى يدها هكذا وهي منتقبة، تمام؟ فتظهر ما يظهر لها بالمهنة، لكن لا تظهر لهم غير ذلك أو أكثر من ذلك، ودون ما تبديها أمام زوجها كما قلنا، لأن العلاقة التي تربطهم بها علاقة ذات طابع خاص، اللي هم يعني إيش، محارم ومحكومة بالأحكام الشرعية والتقاليد الاجتماعية. طيب، تتزين بين النساء، كذلك بين النساء تظهر من زينتها أمام النساء ما لا يجوز لها أمام الرجال شوية أكثر، يعني للمرأة أن تظهر من زينتها أمام النساء ما لا يجوز لها أمام حتى الرجال المحارم، ممكن لها أن تظهر للنساء يعني، لا بأس بذلك،
لكن شريطة أن لا يتجاوز ذلك ما يخل بالأدب العام والمرأة، ليس كما يحصل الآن في بعض الحفلات. والله أنا ذاهب عن حفلة نسائية كلها نساء، فتروح تظهر وجزء مكشوف من صدرها وإلى هنا تلبس. طبعا هذا لا قلنا عند المحارم لا يعني يتجنب ذلك، قلنا ما يظهر بالمهنة إلى هنا مثلا، إلى هنا تمام، ليس إلى هنا، وهكذا تلبس كأنها فانيلة أو ذهبت أمام النساء فعلت ذلك، يجوز ذلك. لكن حفلة نسائية الآن كلهم عندهم موبايلات، يعني أنت لا تعرفين من النساء الذين موجودين في اللاتي يعني يتواجدن في الحفل، ما دينهن، مؤمنات، كافرات، فاسقات، تقيات، لا تدري، موبايلات مرفوعة، لا تدري من التي ستصورك، حتى وإن كانت تقية تعرف ولا لا تعرف، يجوز لها ولا لا يجوز لها، أين ستذهب صورتك بعد ذلك أو الفيديو الذي أنت فيه. يعني إذا كان الأمر محكوم لا بأس بذلك، لكن إذا لم يكن محكوما فهذه مشكلة كبيرة. بعض النساء يصورون يعني تمام وتريه لزوجها حتى في بعض الأحيان، يعني لا تجد حرج في ذلك، يعني عادي حفلة، ما المشكلة في ذلك؟ أريد أن يريها حفلة مثلا ابنة أخته يعني هو لم يرها، فعادي بعضهم يعني توقع كل شيء، فيتسبب ذلك في وقوع محظور، ورجل يطلع على امرأة وهي يعني حفيفة شريفة مغطاة وكذا، لكن في الحفلة انكشفت تمام، فتأخذ الحذر من ذلك. فالمرأة لا تكشف نفسها، لا يجوز لها أن تكشف نفسها أمام كل النساء، لا، إذا كانت النساء فاجرات أو كانت النساء كافرات أو الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى أو الذين يصورون بالموبايل، لا، هذه تأخذ حذرها. التزيد أمام العبيد، العبيد الذين أجاز الإسلام المرأة أن تظهر أمام عبيدها وجارها، كل هذا العبيد الذين يحفظ لها حشمتها وسمعتها، نفس اللباس الذي تظهره أمام الرجال المحارم، وهؤلاء العبيد كانوا يشتغلون عند الناس في السابق، ولكن يعني ليس لهم حاجة بالنساء. طبعا المرأة لا تختلي برجل، تختلي برجل وإن كان عبدا، يعني إذا إلا إذا لم يكن لهم حاجة بالنساء، أو التزين أمام تابعين لأصحاب البيت. في ناس تابعين لأصحاب البيت الذين يقومون لا يجوز المرأة ظهور أمامهم إلا إذا كانوا ممن لا حاجة لهم بالنساء، هؤلاء تابعين للبيت يعملون في البيت تمام، ليسوا عبيد مملوكين يعني معانا نملكهم، يعني كانوا يبيعونهم ويشترونهم تمام، لا، هؤلاء يشتغلون خدمتهم، يعني يعمل في البيت يأخذ أجر، ليس عبدي، لا أملكه أنا، لكن تابعين للبيوت هكذا يشتغلون كم خدم وغيره وكذا. هذا إذا كانت ممن تنتابهم الرغبة في النساء رجل، يعني في كثير من الأحيان في بعض الناس هذا يعني عامل، فالمرأة عادي كأنها تتعامل مع طفل يعني، هو رجل كامل تمام، كيف تتعاملين مع، تتعامل معه كما تتعامل مع طفل، تكشف أمامه، تظهر أمامه، إذا جاء رجل من الخارج تغطي حتى وجهه تمام، وهذا هذا ليس الرجل أمامك. فإذا كان هؤلاء ليس لهم رغبة بالنساء هذا موضوع آخر، لكن إذا كانوا رجالا ويعملون أمام عند بيوتنا في الحديقة في البيت ينظف يعمل في الخدمة كذا، لا، لا يجوز، هذا رجل أجنبي. والتزين أمام الأطفال كما قلنا صغار السن الذين يعرفون عن زينات النساء شيئا، هؤلاء الأطفال والذين يميزون، أما الذين يمكنهم تمييز كما قلنا فمواضع الجمال بين المرأة وكذا، يقول هاي مرأة جميلة، هاي مرأة سمينة، هاي مرأة غير جميلة، هذه مرأة كذا كذا، هؤلاء لا تظهر أمامهم بزينتها، لأن هؤلاء أطفال أيضا لا زالوا، لكن يميز، ممكن يخرج من إلى الشارع ويخلط هذه المرأة، فهؤلاء حكم إظهار الزينة أمامهم كحكم غيرهم من الكبار، ومع أنهم أطفال. وقلنا الطفل إذا بلغ سن الحلم أصبح إما رجل وأصبح إما امرأة، وتنطبق عليه كل الأحكام، قوانين العقوبات وقوانين الحدود والعبادات والواجبات المالية وغيرها كلها تنطبق عليه تمام، يعني ليس عندنا 18 فوق وتحت، وليس عندنا مراهق وكذا، هذه تقسيمات خلينا نقول علمية عرفية هكذا. أما إذا في الإسلام لا، خمار المرأة كما قلنا تغطية رأسها ونحرها وصدرها بخمار ساتر اتقاء لأي نظرة فاحشة أو مفاجئة، فالنساء يلبسون الخمار، ما تأتي امرأة تلبس الخمار هكذا جزء من شعرها ظاهر، الفائدة، أو تلبس خمار هكذا وأذناها ظاهرتان والقرب نازل، أو يأتي الخمار هكذا ويذهب إلى الخلف،
والرقبة كلها مكشوفة، أو نحرها صدرها مكشوف وتغطي هنا، تعقده عقدا هكذا، تعمل يعني عقدة هكذا في الرقبة. وهذا هو الحد الأدنى لحجاب المرأة الذي لا يجوز أن تتخلى عنه. يفتن الخمرين التقدير، أتكلم عن الخبار. الحجاب، لبست الحجاب تقول لك أنا محجب، أنا غطيت رأسي، وهي هنا تلبس الاسترايتش والبدي والكذا، هذا ليس حجاب، أنت ترتدين الخمار. طبعا أنا أقول لها انزعي الخمار لا فائدة بذلك، لا طبعا لا ليس كذلك، لكن يعني كل له أجره، هي غطت رأسها له أجر، كشفت من مكان آخر لها إثم. يعني طبعا ليست كالتي يعني لا ترتدي شيء أصلا، يعني لا ترتدي لا خمار ولا ترتدي اللباس الساتر. وقد شرع الإسلام الخيار للمرأة حرصا على سلامتها حفظا عليها. وحشمة المرأة أخيرا بعد أن فصلت الآيات الكريمات حكم إظهار زينة المرأة وأمرها بستر عورتها، نهاها عن فعل أي أسلوب سلوك يتنافى مع الحشم. يعني ماذا يعني سلوك يتنافى مع الحشم؟ يعني الله سبحانه وتعالى ضرب لك مثلا في ذلك الزمان، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. من زينتهن المرأة تلبس الخلخال الذي يوضع على القدم عند الكعب، طبعا الكعب هو العظمين الناتئين من جانبي القدم، تلبس الخلخال اوكي. فاثنين مثلا اذا لبست تمشي يعمل صوت صح، فهي تمشي يعمل صوت، فهي ماذا تتقصد بعض النساء ان تضرب برجلها الارض قويا تمام حتى يظهر الصوت واضح تمام. فبالضرب بالارجل في الارض قال الله ولا يضربن بارجلهن، يعني تضرب الارض برجلها بشكل قوي حتى يظهر انها هي تخفي تحت الملابس، تخفي الخلخال تمام، او يعني انتبهوا انا لابس خلخال يعني. وهذا لا يعني ان النهي جاء عن الضرب بالارجل فقط، بل هو كل ما يؤدي الى لفت الانتباه. هذا مثال يعني، خلاص اقول لك انا ما لابس خلخال، طيب والعطر؟ نفس الضرب بالارجل تمام، العطر ترفع صوتها بالضحك او رش نفسها بالعطور كما قلنا. يعني المرأة لا تفعل اي شيء يلفت اليها الانتباه. طيب الان انا في الاسلام شيء اسمه الالوان، يعني المرأة لازم تلبس شيء لون اسود؟ لا، الاسلام ما في تحديد لاي لون، تريد ان تلبس اصفر، تريد ان تلبس وردي زهري، تريد ان تلبس احمر، تريد ان تلبس اسود أخضر، تلبس ما تشاء، لا لا ليس هناك لون حرام في الإسلام، لا تحريم في الألوان. طيب قال بعض العلماء الناس يقولون لازم تلبس اللون الأسود لأنه أكثر حشمة كذا، لا أنا أقول لك اللون الأسود ليس أكثر حشمة. إذا ذهبت إلى بعض البلدان في ثقافاتهم يلبسون الألوان الفاقعة، أحمر وبرتقالي وأصفر كلهم يلبسون هذه الألوان، هذا الطبيعي، أنت لا يلفت انتباهك أن امرأة تلبس لون أصفر أو أحمر. الذي يلفت انتباهك في مثل هذه المجتمعات اذا المراه جاءت لابسه اسود من فوق الى تحت، الناس تلتفت اليها، تلتفت منها، فاصبحت هي لافته للانتباه باللون الاسود. فبالتالي العله او الحكمه انك المراه لا تلفت الانتباه اليها، لا تجذب الانتباه. فاذا كانت المراه في مجتمع يلبس الالوان الزاهيه وهي لبست الاسود فهي لفتت، واذا كانت في مجتمع يلبس اللون الاسود كلهن وجاءت واحدة لبست أحمر في نصف هذا المجتمع الذي يرتدي النساء فيه كلهن يرتدين اللون الأسود، أقول لها لا ترتدي اللون الأحمر مثلا أو الزهري أو غيره أو الوردي، لأن هذا اللون لافت الانتباه، المجتمع كله يلبس أسود. فهذه الحالة تكون لا يجوز أن المرأة تميز نفسها لكي تلفت إليها الانتباه، تصبح كأنها تضرب بأرجلها ليعلم ما يخفين من زينتها. أو في بعض الأحيان بعض النساء تراهن اسود من فوق لتحت حتى منتقبه، ثم بعد ذلك فجاه تجد الحذاء لونه احمر او اصفر مع شنطه صفراء. طيب هذا يعني ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى انك كنت عامل نفسك اشاره مروريه، كان لونه اسود اذا ماشي انا وانا انظر من هنا على طول انتبه في شيء مر من امامي غريب، يعني لافت للون، لافت للانتباه. اصفر على اسود، احمر على اسود، هكذا فاقع، حذاء مع شنطه، لماذا لا تشدين عصابه صفراء احسن ويخلص؟ يعني لافت للانتباه. فهذا لا يجوز ان انا اعمل حركات تمام عشان ايش؟ حتى الفت الانتباه.
ومن لوازم الاحتشام ان لا تدع اسمار الثياب الرقيقه تصف بشرتها او ضيقه تصف جسمها او مزركشه تلفت الانظار. هذه لفت الانظار اللي اتكلم عليه. طبعا كلمه مزركشه يعني انا عندي عليها تعليق، يعني كما قلنا بالمناسبه موضوع المزركش يعني يختلف من مجتمع الى مجتمع. كما قلت لكم المزركشه هذه تختلف من مكان الى اخر. في ناس ايضا في مجتمعات، انا اعرف مجتمعات المزركش هو طبيعي السائد في المجتمع، هو طبيعي هكذا كله، هو لباسهم هكذا مزركش. يعني انت اذا لبست لباس اسود اللي يقول عليه العباءه السوداء وذهبت الى في هذا المجتمع تصبحين انت اللي يعني ضربت التقاليد والاعراف، وانت التي يعني شكلك غريب وغير ملتزم. تمام؟ لماذا؟ لانه هكذا هو لباس مثلا. طبعا احنا ما نتكلم انه اللباس مزركش، لباس عريض وكبير ومحتشم وكذا، لكن هكذا هي الوانه وزركشته هكذا، هو هكذا يعني. هم هكذا يلبس، ثقافتهم هكذا. تمام؟ لان الهدف الحشمه يعني، لكن لا يصف ولا يشف ولا يصف يعني ماذا؟ يعني يصف حجم الجسم واعضاء المراه. ولا يشف يعني لا يكون شفاف. تمام؟ ويكون ساترا وليس مجرد التغطيه، والحشمه لا تتحقق الا بما لا يدع مجال للاثاره، وهذا لا يعني ان المراه تحاصر نفسها ولا تتمتع بشيء من زينتها، وانما يعني عليها ان تستعمل زينتها ضمن النطاق، ضمن النطاق ماذا؟ النطاق الذي حددناه. الان تعرف هي من اين يعني اين تلبس ماذا؟ اين تلبس ماذا؟ المكان المناسب، الوقت المناسب، تفعل ما تريد. فلا تكون عونا للشيطان ووسوسه اغراءاته تختم الآيات بالدعوة إلى التوبة من أي مخالفة يقع فيها الإنسان حتى لا يستيقظ في الغلط، ويسيطر الشيطان على سلوكه فيدفعه نحو الهاوية. وإلى هنا نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم من دروس القرآن الكريم، وشكرا لكم على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.